وخوت السلام عليكم، نهاركم مبروك، وتحيه لكل متابع قناه بلاد عربي السرديس غنى الخوت. كنتواجدوا في سوق خميس العطويه باقليم قلعه السلا غنى الخوت، تاريخ 2022 شهر جوج الخوت في 17. الله يبارك، نبدأ لكم بالسلع الخوت ديالي، السلع ديال الخوت 11 حولي مليحه مزرده نقيه الخوت، ديفو ما كاينش لعبوب لا، مشرى الخوت على 1925 درهم الخوت، 38 و500. الله يبارك الخوت، الله يدير الخير الشريك الواضح، ونطلب الله تيسير الجميع الخوت. تبارك الله، سلع الخوت سلع نقيه تبارك الله، غير ملي تجي العيد تبارك الله، الله يبارك. اللي كانت فرزقوا الخوت وبغاها مرحبا، هذا الشيء اللي كان وده. تبارك الله، ونطلب الله التيسير. 11 حاويه الخوت مزرده نقيه وخوت كامله كامله خوت الخوت تبارك الله، الله يبارك. انا كنتواجد في خميس العطاويه، وتحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله، والله يدير الخير الشيء اللي كان وده. تبارك قاعد خلف الرسمة تبارك الله، نطلب الله التيسير، هذا الشيء اللي كان وده. تبارك الله، سلع الخوت راه نقيه واصيليه ونقيه بالواحد تبارك الله. عندي هذه الخوت وغنوريكم واحد الجليبه اخرى حتى هي فيها تسعود تبارك الله، الحبوب الديفو ما كاينش، اللي بغاها يتصل بيا. الخوت هذه سلعه مليحه سلعه نقيه تبارك الله، دينا اليوم من سوق خميس العطاويه تبارك الله، الله يبارك الله يبارك الخوت، الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله. سلعه 11 حولي هذه نقيه الخوت مزرده، الديفو فيها ما كاينش تبارك الله، نطلب الله التيسير. خصوص معنا شي ابوني وشي لايك وشي بارطاج الخوت، هذا الشيء اللي كان تبارك الله، راه سلعه مليحه سلعه نقيه تبارك الله. ونوريكم واحد السلعه واحده اخرى الخوت هي اللي بغاها مرحبا، هذا الشيء اللي كان تبارك الله. وغنضركم واحد الدوره في السوق تشوف الاثمنه ديال السوق، هذه الخوت سعد الخرفان تبارك الله، الله يبارك، انتم وديتهم هنا الثمن ديالهم الخوت ب 34000 ريال، على 1700 الخوت باش واخذهم تبارك الله، الله يبارك. والحبوب الديفو كنقول لكم ما كاينش، حبوب الديفو ما كاينش تبارك الله، الله يبارك. هذه السلعه هي الخوت زوينه، سلعه نقيه، سعد الخرفان تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. نطلبوا الله التيسير، ونهاركم مبروك، وتحياتي لكم. اللي بغى بحال بغى 11 ولا 9 بغى يزدي معدي ماشي مشكل الخوت، هذا الشيء اللي كان تبارك الله، الله يسهل على الجميع. خرفان الخوت ملاح، خرفان نقيين اصليين. ونضركم في السوق ونشوف الادوية ديال السوق، هذا الشيء اللي كان هو هذا تبارك الله. سي العم السلام عليكم، نهارك مبروك، تحياتي ليك، صحيحة مزيان. الله يبارك فيك. نسلم عليهم كاع اللي متبع قناة السي الحولي العربي. الله يبارك فيك، الله يحفظك، تحياتي ليك. الله يحفظك، شحال اخو محمد؟ يدينا ب 41. المشرى 41. الله يبارك الخوت تبارك الله، غلب مريحة الخوت وغلب نقية وغلب مغليظة. الحب كاين والو، مولاه مداويه ما فيها الحبوب لا والو تبارك الله، الله يبارك الخوت المشرى 2050 درهم. شحال من راس يا محمد؟ 10 تبارك الله، الله يبارك. ونخليكم نمرة الحبيب، راه خويا الحبيب هو اللي مديها تبارك الله، هذا العم ديالو ولكن المعقول هذا الشيء اللي كان هو هذا تبارك الله، سلعه مليحه. سي الحبيب صباح النور، الله يبارك فيك تبارك الله، هذا هو السيد اللي مديها الخوت ولكن نقيه. نخلي النميره اللي بغاهم يتصل به، 10 الحواله مزردين الخوت دوريجين ملاح تبارك الله، غندوز معاهم كاملين تبارك الله، الله يبارك تبارك الله، ونطلب الله التيسير. ما كاين اللي حبوب لا والو في الحبيب تبارك الله عليك، الله ينور خويا، الله يعزك. اغلى فحاليه، اغلى فحاليه كامله، الله يرفع عليها وراسها زينين تبارك الله، الله يبارك تبارك الله، ونطلب الله التيسير. مذاكره كاملين واحد واحد تبارك الله، الله يبارك خويا الحبيب نميره، الله يخليك. قول 06 67 47 53 58 53 58 نمرة خويا الحبيب. الديفو ما كاينش الخوت، غتصيبو مورا السلعه ديالي انا كاين هو. طلبوا الله التيسير، الله يسهل عليك. حنا الشباب راه كنقنعوا، هذا غير كنقنعوا، خليني من الناس القدام ديال الناس الاستعمار، انا قنعانين. لا جاب له الفلوس لا خلاها واحد دارو ولينا بكري. الله يلف ديوره، الله يسهل عليك خويا الحبيب، الله يسهل عليك خويا. سي عز الدين السلام عليكم، نهارك مبروك، تحياتي ليك، كي داير انت مزيان؟ صحيح بخير وعلى خير، شاد لي المليح اليوم تبارك الله، الله يبارك. شحال اخويا عز الدين؟ باغي فيه 100. مشروك معاك هشام، بغى يقول لك هشام اي واحد ما تقولش مشروك. قلناه نقولوه. قول. قلنا المشروع مالنا ما نقولوش 70000، باغي الخطفه ب 70000، دابا التماخر شحال اخويا هشام؟ الله يبارك فيك 70000 46، الله يبارك فيك تبارك الله، 70000 المشروع خويا 3500 درهم تبارك الله. اسمح لي سير خو مصطفى، سير سير الله ماشي مشكل تبارك الله، فري خويا السب
انا بنزيدو حنا في البايمه نزيدو عليك الفلوس ونقولوا لك الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله هشام شادعك معقول شحال واحد كيعيطيك ويقول المعقول عزي والله اللي كيعيط بالرب العظيم شحال واحد الله يحفظ خويا كاين رزق واحد يا رزق واحد كاينه موت وحده صح هي اللي كاينه اللي يحفظ في الحفره كي تقولي ليهم اش بان دير لك هاد 6000 الارقام هذا السي 10 الاخر ولا السي 12 تبارك الله سمح لي يا خويا سمح شويه الله يحفظك شوف السي 8 الشباب راه قانعين قانعين والله والله لا قانعين بالله راه ليا يا واش بعضين يا تبارك الله اشير هوط يا تبارك الله الله يبارك لك اشير هوط راه زيد 6500 درهم السي هشام والسي عز الدين الخوط من جداو ورشاد الشباب السي 8 نعم الطبيقه هل هذا تا هو اللي ربي يكتب عليك هذا لا ما كاينش خدمه لا الله يبارك لك خويا عزيز ترى والدوار والله يحفظك الله يبارك لك الشباب كله في الخير تبارك الله حول الله على الخوص هذاك خاص 46 2300 درهم الخوط الاخر مرخوط باش خالص 2300 درهم هذا الخوط 3500 درهم ما كاينش خدمه سي عز الدين المير الله يخليك زيد النمره ديال 56 18 06 56 18 09 85 يبغى مرحبا نسوي معك ثمن الله يبارك فيك الله يحفظك خويا عز الدين سير الله يعزك والله ينورك الوالدين الله يحفظك الله يبارك فيك الله يبارك فيك تبارك الله الله يبارك تبارك الله حولي مليح سي عز الدين تحياتي لك الله يعزك خويا السلام عليكم نهارك مبروك تحياتي لك خويا عز الدين الله يحفظك الله يبارك فيك شحال خويا هاد الربعه؟ هادو بعتيهم الله يبارك الخوت تبارك الله بعتيهم ب 41 والمشرب شحال كانوا مشريين؟ 40 مشى 40 انا بعتيهم ب 4000 درهم الرباح تبارك الله الله يبارك الخوت مشى 40000 وباعهم بحال ب 4000 بحال ولاو على مولاهم باعوا بحال ولاو عليه ب 41 2050 درهم تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير كاع اللي مرسم قاعد بدر هذاك اللي حد راسه تبارك الله يبارك الخوت مشريش من هنا غمدان فخيم صالح تبارك الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك تبارك الله تبارك الله 41000 ريال البطاين تبارك الله تبارك الله والله يدير الخير هادشي اللي كان تبارك الله السلعة زوينة الخوت نقية وخويا بدر الله يسهل عليك نهارك مبروك خويا صباح النور تحياتي ليك كيداير انت مزيان امورك مزيانه اخويا شحال اخويا السي احمد 54 الف ريال 2000 الخوت و700 درهم تبارك الله الله يبارك الله يدير خير خويا السي احمد ما كاين لا ديفو لا حبوب لا والو تبارك الله شحال من راسيه سعد الحوالة تبارك الله الله يبارك الخوت غتخلي خلي النميره ديالو نطلبوا الله تيسير الجامعة تبارك الله لا سلع الخوت والشطبيه كامله وغير مقدره اللي يجي للعيد تبارك الله يبغي يبيع بشي 5000 درهم 5600 تبارك الله راه المراه مليحه المراه جيده وغريضه تبارك الله ونطلب الله التيسير الجميل تبارك الله الميره غنشد عند سي احمد تبارك الله الله يبارك الخوص اللي غنقيه ولسنا الحليب كلها تبارك الله تبارك الله الله يبارك الخوص سنان الحليب الله يبارك الخوص اللي على كل سنان الحليب ونطلب الله التيسير هذا الشيء اللي كاين هو تبارك الله سلي على مليحه الخوص الله يبارك الله يدير الخير نطلب الله التيسير والله يرحمنا الخوت الله يغيثنا اي مرحبا وخا يبغي اللي بغى عندي اللي جا عندك مرحبا الخوت راه ساكن حدانا في قرعه الدريع اللي بغى شي حاجه مرحبا طيب النمر الخوت 0646 52 98 10 الله يبارك فيك مرحبا الله يحفظك خويا السي احمد تحياتي ليك الله يحفظك خويا الله يبارك فيك الله يعزك سير اشرف سير الله يبارك الخوت سليعه سليعه هذه سليعه عجبتني والله لا, لا راس السوق والله لا هي اللي كاينه تبارك الله اسمح لنا بابا حشويه الله يحفظك تبارك الله سليعه مليحه الخوت نقيه تبارك الله ونطلب الله التيسير سي حميد السلام عليكم الله يحفظك مبروك تحياتي ليك لا كاين المليح كاين قاعد سي عماد اخويا اليوم والله الا كاين المليح اييه الله يبارك فيك الله يعزك خويا تبارك الله لا سليعه نقيه خويا سليعه نقيه تبارك الله نطلب الله التيسير لا كاين المليح الله يبارك فيك خويا الله يحفظك خويا حميد الله يعزك الله ينورك اخويا باهي من العيد الخوت 5000 درهم 5600 اللي تجي للعيد الخوت 54000 ريال 2700 درهم ونروح واحد الدوره في السوق ونشوف اسمنا تبارك الله عين الكمامه تبارك الله الله يبارك سمح لنا واحد الدقيقه سير 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 صافي سير
صبر. لا كاين مليح، الله يحفظك خويا احمد، الله يحفظك خويا سي احمد، الله يعزك، الله يبارك فيك، تبارك الله، الله يساعدك خويا سي احمد، الله يساعدك، نهارك مبروك. السلام اخويا عثمان، الله يرحم فينا. امين اخويا، امين اخويا، امين يا رب العالمين، امين. سي عبد الرحيم السلام عليكم، نهارك مبروك، تحياتي ليك. عقبت تبدلتي الماكسيمو شويه. يا كسر ولي مش تبارك الله، كان مع السوق تبارك الله، الله يبارك. شحال اخويا عبد الرحيم؟ هذا المش نبيع. قول لي عجبك، قول المش انا عارف عليك معقول وصلاح. نبغانا فيهم 25. ودي فيهم 25 1250 درهم. حيد هذاك، حيد هذاك عليا من تم. ما كعب صادق صدقتي عيان. الا وانت وانت كتشري داك الشيء عبد الصادق. تبارك الله، الله يبارك الخوت، خربان زوينين طيين عند السي عبد الرحيم. تبارك الله، ولكن السي عبد الرحيم غا دخل لي النميره ديالك وغات خليتها خليها باين الخربان باين باين. تبارك الله، تخيل النميره ديالك وغتقول لي باش شاري الخربان. 23 قال 50 ريال، انت قلت 23 50 ريال كاع ما يتحاسبوا معك عليها. تبارك الله، الله يبارك الخوت، 23000 ريال قل 50 ريال باش طايحين عليه السي عبد الرحيم. هذا الخربان الخوت تبارك الله بحال 1150 درهم قل 50 ريال. نقول لكم بحال نوضحوا لكم كوكا يوما باش طاحوا عليك 23 قل 50 ريال. تبارك الله 1150 درهم الخوت تبارك الله، والله يدير الخير. تبارك الله، عاد خرفان زوين نقيين، غنخلي لكم النمره ديالو خرفان راه مبرعين روسهم الخوت. تبارك الله، نطلب الله التيسير. تبارك الله، الله خرفان الخوت، تبارك الله، الله خرفان زيني. تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله، هذا البيت زوين. تبارك الله، 23 سي عبد الرحيم النميره الله يخليك 06 46 04 91 85. بغيت نقول لك شحال كانوا دايرين اخويا، كانوا 90 28 29 90 ديال ملاصقه اللي كانوا كيديروا. عقب طاحت فيه السومه شويه، ونقولوا داك الشيء اللي كاين هو هذا وضع الصدقه. انت راك حليفي ومشهور ماشي هكاك، الله يرضي عليك. السلام عليكم. ثلاثة ناقصة فيهم 1000 درهم. ناقصة فيهم 1000 درهم. علاش علاش خويا؟ ما دام باش يدخلوا الناس يدخلوا الكوري ما غادي يدير والو، لا خطار الشتاء. وراه كاين اللي باغي يديو يعلفوا وينقبوا، كاين اللي باغي ينقبوا يا خويا. السلام عليكم. ونطلبوا الله التيسير، نطلبوا الله التيسير، الله يسهل على الجميع. وتحياتي لك السي عبد الصادق، الله يكبر بيك. السي عبد الرحيم الله يسهل عليك، الله يعزك خويا. السلام عليكم، تحياتي ليك، نهارك مبروك، كيداير بخير مزيان. شحال اخو محمد؟ اي خويا 52 اللي ثابته، الله يرحم ليك الوالدين. المشرب 50 تبارك الله، المشرب الخوت ب 50 بحال 2500 درهم الخوت، وعاطينو 52000 ريال. تبارك الله، حاولي مليح الخوت ونقي مزرد. وتحياتي الخوت، تحيه لخويا محمد، وتبارك الله عليك، الله يحفظك، الله ينورك. ياك دار بني عامر، تبارك الله، الله يبارك الخوت. 2500 المشرى الخوت، وعطينا 52 على 2600. نعم خويا، تحز على الفلوس. تبارك الله، الله يبارك الخوت، ولا قال تحز على الفلوس صافي هذا الشيء. تبارك الله، هاج ريان، تبارك الله، الله يدير الخير. مولا من بني عامر، تبارك الله، الله يدير الخير. تبارك الله، والله يعاون خو محمد، تبارك الله عليه، الله يعزك. السلام بخير، لاباس عليك، صحيحة مزيان، الله يبارك فيك. السي عبيدة تحياتي ليك، نهارك مبروك، الله يعزك. قديم قديم تبارك الله. وبغي نسولك، جاك السوق شوية، الله يرحم لك الوالدين. ما كذبش، لا ما كذبش، يرحم فيك تبارك الله. عندنا البركة مالنا. شحال المعلم؟ نعم سيدي. 2000 درهم. 40000. الله يبارك فيك والله يعزك. تبارك الله، تبارك الله، 2000 درهم الخوت، تبارك الله، الله يبارك. ثلاثة خربان خوت ملاح، تبارك الله، ونطلب الله التيسير، خربان زيني. شحال كطلب فيه انت؟ كنطلب غير 100 درهم الواحد. 100 درهم الواحد بحال 6000. سيارة 50 درهم سيارة، و50 درهم غيرها من عند الله. من عند الله، ونطلب الله التيسير، الله يعاونك، الله يجيب لك التيسير خويا. الله يحفظك، امين، يا ربي ارحمنا في هذا النهار، يا ربي ارحمنا. الله يحفظك، الله يبارك فيك. خويا السلام عليكم. يا خويا بخير، صحيح مزيان، الله يحفظ خويا. شحال المرض؟ 46 جمله. تبارك الله الخوت، 46 2300 درهم. تبارك الله الخوت، والله يدير الخير. تبارك الله، سلعه غليظه الخوت اللي تجي العيد. تبارك الله، شحال من راس اخويا هي؟ سعد الخرفان. تبارك الله، غنخلي لكم النمره ديالو الخوت، تا هي اللي بغا يتصل به. يلعب كريم ياك اخويا،
تبارك الله، الله يبارك، 46,000 ريال، 2300 درهم، ولكن حوار الخوت، الحوار الخوت تبارك الله، وبرع الروس مغلاط تبارك الله، ونطلب الله التيسير، الحوار ملاح الخوت تبارك الله، مزردين وغنشد من عندو النميره الخوت، راه عنده 9 هي هو 9 هنا، هي 18، ونطلب الله التيسير تبارك الله، خويا النميره الله يحفظك، ديال السي أحمد ولا ديال أي 06 76 51 97 05 هذا السي عبد الكريم هذه الله يحفظ خويا تبارك الله عليك الله يعزك خويا محمد السلام عليكم نهارك مبروك خويا صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال خو محمد؟ كطلب فيهم 52 تبارك الله الله يبارك الخوت 52000 ريال ولكن علاش الخوت؟ خرفان شاطبيين ملاح هادو مقرقعين وراس السوق هادو الخوت تبارك الله الله خرفان الخوت تبارك الله شو النظرة كي دايرة والقرن الزين والوكفة تبارك الله لا كاين الملاح اخو محمد ولكن الثمن شحال؟ مشرية مع هذيك جملة تبارك الله الله يبارك 52000 ريال الخوت اللي كتطلب فيها بعتيهم اخا لي عبد السلام سير الله يسخر الله يسخر نطلبوا الله التيسير الله يسخر لي تبارك الله باع واحد فيهم غنديرو نسولو شحال بعتي يا خالد عبد السلام شحال بعتي؟ 50000 بعتي ب 50 الله يبارك الله يسر عليك عمي الله يسر عليك عقب باعوا ب 50 هادشي اللي كنقول نطلبوا الله التيسير ولدو كيقول 52 هما محيدين من حاجه جلابه اخرى غنوريهم لكم الخوت هادشي باش ساتينهم على باعوا ب 2500 درهم الخرفان الاخرين غنوريهم لكم الخوت اللي مع الخرفان تبارك الله هما راه جمله الخوت قاعد قاعد اخويا قاعد تبارك الله قاعد الخير في الروس الله يبارك فيك تبارك الله هادو مخوت ومخوت هادشي اللي كنقول تبارك الله نطلب الله التيسير الله يسهل على الجميع ونهاركم مبروك الخوت هما راه مدينهم جمله نسولوا هاد الاخ شحال مدينهم جمله شحال ديتهم جمله؟ 44 44 الخوت جمله 2200 درهم تبارك الله هما وهادو ياك محمد نطلب الله التيسير الله يسهل عليك الله يعاون خو محمد الله يسهل عليك تدري واش ربي نطلب الله التيسير تبارك الله الخوت هذه تسعة خرفة اللي كانوا عنده راه عقبنا بعناهم الخوت 35 وفوق منهم 4000 ديال الرباح تبارك الله هذاك السك دي غادي جار نطلبوا الله التيسير الله يسهل عليك 35 وفوق منها 4000 على 1750 درهم وفوقها 200 درهم ديال الرباح الخوت تبارك الله نطلبوا الله التيسير الخوت هادشي اللي كنقول تبارك الله راه السلعة راه مليحة السلعة ديال الفقيه بصراحة الخوت هذي السلعة راه مزردة ونطلبوا الله التيسير حنا غادي مخرجينها ليه وغنرجعوا للسوق ونشوفوا العزمين ديال السوق ونهاركم مبروك كل حل كل حل